انطلقت فعاليات حفل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة كن سفيرا وإعلان خارطة طريق التحضير لمؤتمر المناخ كوب 27، وذلك بحضور وزراء التخطيط والبيئة والهجرة وعدد من المحافظين. وخلال كلمتها أكدت وزيرة الهجرة على أهمية مبادرة كن سفيرا، كونها تستهدف إعداد كوادر وطنية شابة للمساهمة في التعريف بجهود الدولة في هذا الملف الهام، وكذلك بمفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة. من جانبها قالت وزيرة التخطيط إن الشباب المصري هم أفضل سفراء لتوعية المجتمع المصري برؤية مصر 2030، وهذا ما تسعى إليه مبادرة كن سفيرا، والتي تخرج في دفعتها الأولى 700 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية. عملنا طلب قبول مجموعة من الشباب من خلال الموقع الإلكتروني، بنستقبل شباب ما بين 18 إلى 35 عاما، بنعمل له برامج تدريبية، جزء منها بيبقى إلكتروني، ثم جزء منها بيبقى عملي، ثم جزء بيبقى في مواقع العمل من خلال تقديم مشروعات تنموية تخدم المجتمع. الحقيقة استغرق التدريب سنة، دربنا في قرابة 1000 شاب، النهاردة بيتخرج 700 شاب وشابة. طبعا احنا النهاردة سعداء بالتخرج بتاع الدفعة الأولى من رواد أو سفراء التنمية المستدامة بمجهود طبعا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعهد الحوكمة. بنكمل المشوار ده وإحنا في طريقنا الكوب 27، بأن إحنا نضم المفهوم والبعد الخاص بالتغيرات المناخية، إيه هو الإجراءات اللي ممكن الشباب يعملها، ازاي يقدر ان هو يساهم في ده، المشروعات اللي يقدر ينفذها. مبادره كون سفيرا هي بترد على الاستعداد العالمي لمبادره المناخ اللي هنعملها، او مؤتمر المناخ كوب 27 اللي هنستضيفه في نوفمبر في شرم الشيخ السنه دي باذن الله. وهو الحقيقه ترجمه حقيقيه للي بتحاول تقوم بيه منظمات الامم المتحده بمختلف مؤسساتها خلال السنين اللي فاتت منذ اطلاق اهداف التنميه المستدامه، وهي تحويل اهداف التنميه المستدامه الامميه لاهداف شخصيه يقدر كل شخص على مستواه وعلى قد ممارساته اليوميه يكون عضو فاعل في تحقيق اهداف التنميه المستدامه، لان في الاخر الضرر اللي ممكن يحصل من الاستخدام الغير السيء للبيئه وللمناخ ولكل 17 هدف من اهداف التنميه المستدامه اللي بيتضرر بصفه اصيله واساسيه هو الانسان. برنامج كن سفيرا يعني بعد التخرج النهارده احنا يعني فرحنا كتير قد ايه فعلا تطبيق للكلام العملي للحاجات النظرية اللي احنا درسناها في تطبيق اهداف التنمية المستدامة. بدخولي المبادرة استفدت كتير قوي من تعميق اهداف التنمية المستدامة، وازاي ان احنا نقدر نراعي التنمية المستدامة في كل مجالات حياتنا، ودي كانت حاجة انا اتعلمتها بشكل كبير قوي في البرنامج.